الأمسية الثقافية الرياضية التي ربما نقول نجحت يعني بهذه الوجوه النيرة التي أتت من بعيد لكي تحضر معنا. في ختام أشكر الجمهور الكريم، أشكر جمعية النصر زايو، أشكر سيد زبير بوبوح، أشكر منخرطي نادي النصر، وأشكر اللجنة الثقافية التي أتتنا من ثانوية حساب بن ثابت لكي تنشط وتنجح وتنجز معنا هذه الأمسية الختامية. أشكر سيد زبير الخياط الذي حضر معنا، أشكر موقع ناظور سيتي وزيو سيتي الذي قدم لنا التغطية. في الختام الشكر موصول إلى كل من ساهم في إنجاز وإنجاح هذه الأمسية من قريب أو بعيد. تحية جمعوية، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كما نشكر قناة ناظور سيتي على التغطية اللي دارتها الأمسية الثقافية، يعني الشكر الجزيل. وثانيا كنبغي نوهو جمعية نادي النصر اللي قدمت لنا لوحات استعراضية جميلة، وخاصة المدرب زبير بوبوح لأنه ساهم معنا بشكل كبير إنجاح هذه التظاهرة. لولا ما كانوش هما ما غاديش تكون التظاهرة ناجحة بحال هذا اليوم. ثانيا كنبغيو نشيروا المواهب ديال مدينة زايو اللي ساهمت معنا كطفلين سفيان والعاي ومنتصر المجاهد. شكرا. كنبغي نشكر طاقم ناظور سيتي اولا والمشاهدين اللي كانوا معنا حاضرين في هذه الامسيه اللي ساعدوني باش نكملوا انا والاخ منتصر المجاهد هذه الامسيه على اتم وجه. وكنشكر ثانيا رئيس الجمعيه ابراهيم والسي يحيى اللي عاونونا بزاف ونادي النصر. وشكرا. وبالتالي كنبغي نشير لواحد النقطه اللي هي مهمه، باننا في هذا الاسبوع كامل وحنا كنوجدوا لهذه الامسيه يعني تلقينا بعض الانتقادات وكذا، ولكن حنايا الامر ما كيهمناش نظرا لاصرار ديالنا باش نبينوا مدينه زايو على الصعيد المحلي والصعيد الوطني. وثانيا عاود كنبغيو نشكروا قناه ناظور سيتي مره ثانيه وتحيه. هذا النادي الرياضي اللي فتح لنا واحد المجال استمتاع الحركه الشيقه ترويض الجسم ومنح هذا الفضاء هذه الاعداديه واحد اللحظات ديال الاستمتاع وديال الجو البهيج والرياضي. كنشكر.